اهلا وسهلا، السلام عليكم. كثير الاخوان، لاباس عليكم. اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذه القصيبه محا وسعيد بالليل، وهذه الطريق مختصره يعني من سونتر الفيل ديال المدينه ديال القصيبه لتغبلوت بن حليمه، اللي كتدوز من فوق القصيبه وكتشوفها بواحد الطريقه اللي هي بكل صراحه روعه وزوينه. حديثي يعني على جو برو هيرو 3 اللي عانيت بزاف في الميكرو ديالها، اللي ضيعت فلوسي من طبيعة الحال جوج ديال المرات، من اجل باش انني نقتني ميكرو ديال الكاميرا. ديال الكاميرا اللي الجو برو اللي شريتها من مدينه اكادير عند واحد الدري، يعني تعرفت عليه غير في افيتون، من تما خديت الرقم ديالو واتصلت به ويعني وتفاهمنا على الثمن، والكاميرا شكرها ليا، قال لي خدامه ما فيها حتى شي مشكل، الباتري كيشاد، يعني كل حاجه، يعني وضحنا كل شيء فعلا. ملي توصلت بالكاميرا ديالي وصيفط له المبلغ ديالو واتصلت فعلا بالكاميرا ديالي، كانت واحد البيعه وشريه اللي هي نقيه بكل صراحه، درت فيه الثقه ودار فيه حتى هو الثقه، وتباعنا وتشارينا وكل شيء داز على ما يرام. لكن الغريب في الامر يعني ملي توصلت بالكاميرا، طبعا فيها ليزاكسسوار ديالها، يعني بحال كيفاش تصور تحت الماء وبعض التوشيات اللي غادي تشد ليزاطاج ديال اللي تدير في الكاسك باش تشد الكاميرا بلاصتها مزيان، يعني كل تلك الاشياء مسكين يعني بعتهم ليا وما حيدهمش فعلا. لكن الغريب في الامر هو ملي صفت، يعني قلت لابد خاصني حتى انا ميكرو بحال هكا نديرو في كاسك وتهضر في اي حاجه بحال هكا اللي كتعلق بالموتور. يعني ملي صفت الكاس، ملي صفت الميكرو يعني من مدينه الدار البيضاء، جاني ميكرو فعلا ب 250 درهم 250 درهم. لكن الغريب في الامر هو ملي خدمته مع كلاس سي عبد الهادي، هذا واحد من الاصدقاء ديالي، يعني ملي ركبت الميكرو اللي بكل صراحه يعني شحال ديال المده وهذه باش وصلني ميكرو، لكن ملي ركبته ما خدمش، ما عطانيش الصوت. كنسمع واحد الصوت اللي هو يعني قليل بزاف بزاف بزاف، لكن ما خدمش وما عطانيش داك الشيء اللي انا يعني غير مرضي، ما خدامش بصفه عامه، يعني ما خدمش. صافي ضاعت 250 درهم، اتصلت به قال لك لا راه جديد راه خدام، لا صيفطوا لا كذا. قلت له عرفتي، الله يهنيك الله يعاونك، مريضنا ما عنده باس، يعني بلا ما نبقاو حتى نزيدو الصداعات لا والو، صيفط لا صافي. تخليت على ذاك الميكرو وبديت كنخنش فيه شويه، بدلت له ميكرو، يعني بديته لعند مول التليفونات، واحد الدري صاحبي قال لي راه سهل نديرو ليه ميكرو جديد، فعلا درنا ميكرو جديد والو ما خدمش. صافي يعني ما خدمش، قطعنا دوك الخيوط عبرناهم، يعني اللي يكون شي واحد ما كيدوزش ولا، لكن كلهم يعني خيوط خدامين مزيانين كلهم كيدوزوا. ومن بعد بقيت مده اخرى اتصلت عاوتاني، تعرفت على واحد الدري عنده حتى واحد لاشين في اليوتيوب وشرح لي اكثر، وقال لي راه كاين ميكرو يعني كيركب لداخل ديال الكاسك بالسماعات ديالو بكل شيء. تفاهمنا عاوتاني على الثمن ديالو ب 3400، هو الادابتور ديالو الاكسترن.
ملي وصلتني عاوتاني، ملي وصلني الميكرون الثاني جربتها عاوتاني ما خدمش. لكن خدام لي التليفون ونقولوا هذاك ما ضاعش، خدمته المونتاج ملي كان لوح شي فيديو، كنحاول ما امكن نمونطي، يعني كنهضر به وكيعطي واحد الصوت اللي هو زوين وواضح. هادي تم تيارف، السلام عليكم اهل تم تيارف. يعني وبقينا حايرين في هاد الميكروفون هذا. يعني 170 درهم عاود ثاني مشات، لكن هذاك نقولوا استفدت منه، باقي خدام حاليا كنخدم به في التليفون. ركبته في الكاسك شي ايامات وكان صمت ليه موسيقى وهادي، ولا جاتني شي ابيل كنهضر به، يعني زوين خدام. وبقى لي داك الادابتور ديالو الاكسترن، خلي داك الادابتور ديالو الاكسترن يعني احتفظت به. واحد النهار جبت الموضوع انا وواحد الصديق تاعو كيفهم شويه في هذا العالم ديال الالكترونيك، قال لي راه يمكن الكاسك ديال البي سي اللي كيخدموا الدراري في البي سي، راه يمكن انه يفي لك بالغرض وغادي يخدم. وفعلا جبدو، قلت له انا نمشي نجيب كاميرا ونسيوه، وفعلا جبت الكاميرا سينا في الاول ديال يعني ديال السماعات ما عطاش، رديت البال عاد بان لي لافيش الثاني فيه مرسوم فيه ميكرو، قلت له يمكن هذا هو ديال الميكرو. وفعلا ملي ركبناه ودرت به واحد يعني ليسي ديال 16 ثانية، تصور ديال 16 ثانية وخدم مزيان، عطاليا مزيان يعني صافي. وكل صراحة يعني فرحت لأنه أنا في الأخير دخلني الشك في الكاميرا، قلت الكاميرا ما خدامش. ومن بعد ملي خديت التليفون باش نصوني على الدري اللي باع عليا باش نتأكد من الحالة ديال الكاميرا، ياك ما خسر ياك ما هادي، ما لقيت التليفون ما خدامش، قلت يعني صافي كاميرا اللي فيها الديفو. وكازا يعني بعيدة عليا بزاف باش انا نطلع حتى لكازا في الاخر، هزق ميكرو خرج لك في ما عرفت شحال. صافي ملي جربنا هذاك لقيناه خدام، قلت له غادي نركبو داك الكاسك داخل الكاسك الاخر ديال الموتور، باش حتى الا بغيت نسمع شي حاجه بحال هكا في التليفون او لا هادي نسمع ليها، ولا بغيت نركب الكاميرا نركب كاميرا يعني حاجه عاديه. وفعلا جبت له كاسك في العشيه، صابنا الكاسك الاخر لداخل ديال الكاسك، شدينا بالكولا مزيان، كولا ديال البيستولي. لكن ملي جيت انا باش نلبس الكاسك لقيته مزير بزاف، يعني ما يصلحش. صافي تما حيدته وقطعت منه الميكرو من داك الكاسك وقديته مزيان بالكولا، ودرت له شي تويشيات ديال داك الميكرو القديم اللي ما كانش خدام ليا، قديت له بلاصتو كيما هكا الكاسك، ودابا مزيان. انتما كتسمعوا يعني الصوت واضح، يعني اللي عنده هذا المشكل هذا بلا ما يدبر غير على الادابتور، اما الكاسك اما الميكرو يشري الاخر غير ب 700 ريال 35 درهم او 30 درهم ويخدموا الكاميرا، راه خدام مزيان، خدام يعني مخير وكيعطي الصوت زوين. هادشي اللي كان، وتبارك الله عليكم، نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.
واللي اول مره يشاهد الفيديو ما ينساش وضعنا وضع جيم ويشارك في القناه علاش لا، وبرك على الجرس باش يوصلك كل جديد. الا كنتي من العشاق طبعا فتبارك الله عليكم وبسلام عليكم.